وفي التنصيص على الحياء أيها الإخوة دليل على مركزية هذا الخلق في الإسلام. وقد جاء في حديث لكنه لا يصح: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ولكن من تأمل في نصوص الشريعة وجد عظم شأن هذا الخلق، لأنه الحامل على فعل الفضائل والحامل على ترك الرذائل. انظر ما الذي يحمل بعض عصاة المسلمين على المجاهرة بمعاصيهم، إلا ماذا؟ إلا قلة الحياء، لا من الرجال ولا من النساء، وبالذات المرأة لا قيمة لها ولا وزن بلا حياء. الحياء هو عطر الحياة، فإذا ذهب هذا العطر فلا تسأل عن النتن الذي يخرج. ولهذا سبحان الله لما أهبط الله آدم وأمنا حواء إلى الأرض، جاء إليهم قبل أن يهبط، ما الحيلة التي تحايل بها هذا العدو على أبوينا؟ حاول أن يكشف منهما ما يستحيا من كشفه، وهو العورة. ثم لما أهبطهم الله عز وجل نبههم الله عز وجل على استمرار هذه المكيدة في هذا العدو العظيم، فقال: يا بني آدم، خطاب لكل بني آدم مسلمين وكافرهم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ما الذي فعل؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، الآية. ولهذا تجد اليوم الشيطان، يعني من قديم الشيطان، لكن أقصد الآن مع تيسر وسائل التواصل بأيدي الناس الآن، صار هناك تفنن عظيم ورهيب في التحلل من هذا الخلق بصور شتى، وصار من أعظم الأشياء التي يروج لها الشيطان أو يسوق لها الشيطان بضاعته هي تسويق هذه المنكرات التي نزع منها الحياء، تكشيف للمرأة أو للرجل، بأشياء كثيرة. في مقابل هذا انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هؤلاء لا حياء عندهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة المجاهرة فقال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيبيت يستره الله، ما رضي بستر الله، إيش يسوي؟ ثم يصبح يكشف ستر الله عليه صلى الله عليه وسلم، يصبح يقول: أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، والعياذ بالله. هذا لا يعافى إلا أن يتداركه الله برحمته. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الآن في السناب، في تويتر، في فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل، لا يكتفي بفجوره على نفسه ولا يكتفي بفعل المنكر على نفسه، ماذا يصنع؟ يصور ويوثق وينشر، وليت هذا المنكر يبقى بينه وبين نفسه فقط. لا، فإن كان من المشاهير يا ويله من الله إن لم يتدارك الله برحمته، لأن هذا ممن يروج ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله، شوفوا ختم الآية بوعيد عظيم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيش دلالة هذا الوعيد؟ دلالته أنك ترى بعض المشاهير من هؤلاء الفجرة الذين يسوقون لفجورهم عبر حساباتهم أو حتى عبر القنوات، تجد يبتلى ويعذب داخليا عذابا أليما ونفسيا، ويتعرض لنكبات داخلية، لكن الناس لا يرون هذا الوجه المظلم من حياته، إنما يرون الوجه الذي هو يحسنه أمامهم، فيظهر لهم بأنه المبسوط والسعيد والمسرور وهو معذب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو يكون الأمر له معنى آخر، والعلم عند الله، أن ما آل هذا إلى يوم سيرى فيه الناس عبرة، والله تعالى لا يعاجل عباده بالعقوبة، يمهلهم ولكنه لا يهملهم،
ولهذا تجد هؤلاء قد يستدرجون شيئا فشيئا، يمنحون فرصة للتوبة، يمنحون فرصة للتوبة وثانية وثالثة ورابعة، حتى إذا سقطوا لم يقوموا. ولو أن الإنسان أيها الإخوة لقي الله بآلاف الذنوب بينه وبين الله فإنه على رجاء عافية، لم يجاهر والذنب يلسعه ويخاف تغالبه نفسه، هذا على رجاء خير. لكن الخطورة ما هي؟ حينما ينزع ثوب الحياة من الرجل أو المرأة، ويزداد الخطر حينما ينشر فجوره أو قلة حيائه على هذه الوسائل. والويل إن كان من أصحاب مئة الآلاف أو الملايين الذين في لحظة واحدة يرونه، ثم هؤلاء المئات الآلاف أو الملايين ينقلونه إلى أضعاف الأضعاف. ونحن لا نتحدث عن شخص بعينه ولا نقنط من رحمة الله، لكن هذه نصوص خطيرة جدا. والعبث بالأعراض أو التسويق للفواحش والمعاصي إثمه عظيم وجرمه كبير وعاقبته سيئة جدا سيئة. كل هذا الذي قاد إليه قوله هنا عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، حينما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ما خصه إلا لمكانته، إلا لمكانته ولعظيم منزلته من الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا جميعا وإياكم في سلك عباده المؤمنين، وأن لا ينزع من قلوبنا حياء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم حياء يقودنا إلى طاعتك ويمنعنا من معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، وارفع الكربة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء.